يبدو أن السيسي ناوي لعبد المنعم أبو الفتوح على حاجة. يعني اليوم أعلنوا التحفظ على ممتلكاته، طبعا هم يصرون في وسائل إعلامهم على أنه القيادي الإخواني بالرغم من مواقفه خلال السنوات الماضية، ويبدو أنهم يريدون أن يجعلوا منه عبرة للآخرين. أنا أظن أن كل النخبة التي وقفت مع السيسي في يوم من الأيام وراهنت على أن يبقى لها حيز تتحرك من خلاله سينتهي بها الأمر إلى نفس هذا المصير، لأنه أي واحد بيتكلم الآن، أي واحد بيخالف، أي واحد ما بيمشيش زي ما بدهم هم، بصير قيادي إخواني وبصير في التنظيم الدولي للإخوان المسلمين، وتصادر ممتلكاته ويمكن أن يرسل إلى المعتقل. يلاحظ أن السيسي في هذه المرحلة لم يعد يراهن على الشعب ولا على الإرادة الشعبية. هو متى كان يراهن على الإرادة الشعبية؟ يعني هو بدأ 30 يونيو هو بدأ حياته في 30 يونيو والتفويض لمواجهة الإرهاب. الآن أختار إدارة البلد عبر الخوف. هذا طبعا إذا مجازا اعتبرنا أن 30 يونيو تعبير عن أي إرادة شعبية، وهو اتضح أنهم يعني جزء كبير منها مسرحية، صح؟ طلعوا كم من مليون لكن ليست بالأعداد التي تحدثوا عنها. نعم. عبد المنعم أبو الفتوح أقل شأنا وأخف وزنا من سامي عنان ابن المؤسسة العسكرية. سامي عنان صاحب الوزن الثقيل والذي يمتلك أوراق والذي كان لديه القدرة على مواجهة السيسي فعلا استنادا إلى الجيش وإلى نفوذه داخل المؤسسة العسكرية وداخل حتى المؤسسة المدنية. هذا الرجل قوبل بطريقة فجأة ووضعه في السجن، انتهى الأمر. عبد المنعم أبو الفتوح ما كان له أن يغامر ثم يعود إلى القاهرة. عندما ذهب إلى لندن ثم أجرى مقابلة مع قناة الجزيرة، أنا أعتقد أنه اجتمعت غرفة الثورات المضادة واتخذت القرار في حقه. ما كان عليه أن يعود إلى القاهرة لأن هذا مصير محتوم بالنسبة له. لا، هو أراد أن اليوم الإعلام المصري أن يدخل في المواجهة. هو كان يقصد المواجهة مع النظام، يقصد، ولكن لماذا عاد؟ لأنه يريد المواجهة. هو عاد لأنه يريد المواجهة. هو عاد بعد أن دخل سامي عنان السجن. هذا الغريب. يعني هو الانطباع الذي أعطى. لو كان وجوده خارج مصر أقوى بكثير. لو تابعت كلامه في تابعنا كلامه في قناة الجزيرة، هو أعتقد أنه سيلعب على التوازنات. لم يطعن في الجيش، الجيش الوطني. ما زال يعتقد بأن المسألة يعني ممكن أن كومبرومايز، ممكن يعني لعله توهم هو توهم. فلما حد المسألة هي مسألة شخصية. وأنا أعتقد الأمر يعود أيضا إلى إلى الدور السيء الذي قام به في الانقلاب. وأعتقد أنه يدفع ثمنا أخلاقيا مناسبا، لأنه عندما أيد الانقلاب وأيد السيسي في تلك المرحلة وهو يعلم أنه يقف في وجه إرادة الأمة المصرية وضد رئيس شرعي ويخون التجربة السياسية التي اشترحها الشعب المصري بكل جوارحه ودمه وناضل من أجلها في أعظم ثورة شعبية يعني تحدث في مصر. كان عليه أن يدفع ثمن هذه الكلفة، لكن حتى بالرغم من ذلك يعني ما كنا نتمنى له أن بطبيعة الحال يعني أن يحصل له ما حصل. يعني بطبيعة الحال هذا لا يسوغ ما يقوم به النظام المصري في هذه المرحلة. طبعا هو احتجاز أبو عبد المنعم أبو الفتوح بسبب آرائه السياسية، هذا عمل غاشم، لكن السيسي أعلنها يعني التلويح بالقوة الغاشمة. أعتقد أنه لا تتعلق في بمواجهة الإرهاب المفترض في سيناء، وإنما كل شيء وكل الأطراف كل الخصوم. أنا أعتقد أنه السيسي عندما ضرب مركزا أساسيا من مراكز القوة وهو سامي عنان أصبح ما دونه أهون وأصبح ما دونه أسهل عليه. يعني هو الآن يتعامل بمنطق أنه لا يجوز أن يبقى أو أن يكون في الساحة أحد على الإطلاق. يعني حتى اليوم أنا قرأت تغريدة لحسن نافعة وهو يعبر فيه عن استيائه بأنه قد سحبت كتبه من السوق. حسن نافعة الذي يعني أيد السيسي بطريقة فيها فجاجة غير معهودة وغير مسبوقة وغير متوقعة من مثله فيها انبطاح
وابتذال غير طبيعي. اليوم يقول بأنه أنا كمعارض، أتكلم كمعارض يعني أنا مستغرب وصف نفسه بأنه معارض، ثم يعبر عن خوفه أنه هو لا يخاف على نفسه وأنه هو لا تهمه كتبه ولكنه يخاف على الديمقراطية في مصر. يعني هذا بحد ذاته يعني. أما الذين ذبحوا بدم بارد في رابعة وفي النهضة وفي غيرها من المواقع، الفتيان والفتيات الذين أطلق عليهم الرصاص في صدورهم وفي جباههم، هؤلاء هذا يعني الذي قاله حسن نافع، سماه نزار قباني في قصيدته من قتل الإمام، هذا سماه زنا بالكلام، هذا ضرب من ضروب الزنا اللفظي. إنه أي ديمقراطية يعني مجرد أن تصف ما يجري في مصر من سحب كتاب بأنه أنت خائف على الديمقراطية، وكأنك تقول بأن كل ما جرى من قتل وكل ما جرى من إجرام ووضع كل هؤلاء الرجال الأحرار في السجون هو ضرب من ضروب الديمقراطية، أنت خايف على الديمقراطية فقط لأنهم سحبوا كتبك. أظن حدث الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح في ثلاث دروس مهمة جدا. الدرس الأول أن النموذج القادم في المنطقة سيكون نموذج خارجي، بمعنى أن السلطة تستمد قوتها من الخارج تماما. يعني مثلا لو قارنا بجمال عبد الناصر، كان فيه محاولة لنشر رواية داخل المجتمع والناس على الأقل تخرج، وقومية، وكنا نتفاعل، يعني قوميين يتفاعلوا، الإسلاميين يجدوا بعض الشيء، فيه رواية داخل المجتمع لإسكات هذا المجتمع. الآن لا، النظام ينشأ من الخارج تماما، بمعنى القوة الداخلية ليس لها أي دور في 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 إيجاد هذه السلطة، بدليل الصفقة مع إسرائيل، التمويل كله من الخارج، يصبح كل دعم، كل ما يجد أزمة في الداخل يجد من ينقذه بالمال، فبالتالي المؤسسات الداخل الدولة انتهت تماما. هذا يعطيه حرية الحركة مع المعارضة، يعطيه، وبالتالي يصبح يحتاج إلى دعم أكبر، لأن كل ما الدكتاتور تناقض مع شعبه كل ما كان يحتاج إلى دعم من الخارج أكبر. لذلك فيه دراسة تبين منحنى المعونات المصرية، فأكبر فترة كان فيها معونات لمصر فترة السادات في كام ديفيد، لأنه هو وصل إلى نقطة الذروة في التناقض مع هذا المجتمع، فبالتالي لكي يبقى يحتاج إلى مال كثير. فبالتالي القوى الداخلية، وهذا الدكتور عمرو حمزاوي في مقالاته عن الليبرالية في مصر، إنها لا تعي هذه المعادلة. لذلك أكبر خطأ في عبد المنعم فتوح أنه لا يزال يعتقد أن هناك جيش، لو شكر هذا الجيش، لو تحدث باعتدال عن هذا الجيش سيكون بعيد عن أيدي النظام. هذه معادلة خاطئة تماما، لأنها معادلة سلطوية. السيسي يريد أن يسيطر على كل شيء في مصر، وكل من حوله يعطي لهم المال لكي يقمعوا هذا الشعب وألا يثور. هذه معادلة ديكتاتورية ببساطة. هو زي ما كنا نتكلم اليوم كنا بدأنا بتسجيل برنامج لرمضان، سجلنا اليوم 5 حلقات، ونأمل خلال الأيام القادمة أن نكمل 30 حلقة إن شاء الله. ما شاء الله، ربي يوفق. نأخذ في كل حلقة آية من آيات القرآن الكريم نتأمل فيها. فإحدى الحلقات كانت عن الآيات التي تتحدث عن فرعون ومنظومة فرعون ومن معه. هنا نحن لا نتكلم عن شخص، فرعون لم يكن كما ذكرنا اليوم لم يكن فردا، نعم. لم يذكر حتى اسمه، يعني هو منظومة، لا هو منظومة متكاملة، يعني إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. أستغرب من الناس الذين يميزون في مصر بين الشخص السيسي وبين المنظومة التي يركن إليها. يعني هو مش لوحده، مش في فراغ، صح. هذا الجيش بتاع المكرونة والجمبري، هذا هو الذي، وهذا الجيش يدير، يعني الأمور. المستغرب أن أبو الفتوح مدح جيشا يمسح سيناء أيضا على الخارطة، صحيح؟ يعني نحن صحيح نتكلم عن الغوطة وبشار الأسد ومسح، لكن حقيقة ما يجري في سيناء أيضا شيء مريع، ولكن خارج العدسات، بعيد عن العدسات. هناك فعلا مسح لقرى ومسح لحواضر أيضا عن الخارطة، حالة تهجير تفريغ كاملة. على فكرة اللي بيحصل في الغوطة بيحصل في سيناء، يحصل في سيناء. أنا أقول ما يحصل، ويحصل ما يجري من مدة، يعني ما يجري في سيناء يطابق تماما ما يجري في الغوطة. لا دعني أضيف لك، بنغازي حصل فيها ما حدث في سيناء والغوطة، ولم يتحدث أحد. يعني اليوم لا، فيديوهات في بنغازي، فيديوهات
فيديوهات أظهرت الإعدام يعني جماعي جماعي، وفي نفس الوقت فيديوهات أخرى أظهرت تعليمات من حفتر يقول اقتلوهم. يعني ليش تأسروهم؟ ليش تضيعوا وقتهم؟ الآن يهددوا باجتياح درنة، مدينة صغيرة فيها 100,000 يراد لها نفس المشهد. يعني الفكرة، يعني شفنا فيديوهات مسربة بسيطة من سيناء، نساء مشي لأغراضها، مساكين بيوت، قالوا في عهد السادات ما حدث معنا كذا، وفي عهد مبارك ما حدث معنا كذا، هذا غير مسبوق، في عهد إسرائيل ما حدث معنا كذا، نحن تركنا ديارنا، ما تركنا ديارنا في حياتنا، قرى فرغت، قرى مسحت. ثم بعد ذلك يأتي أبو الفتوح ويمدح هذا الجيش. تعرف أنت ذكرت في وقت مبكر، ذكرت كيف أن هؤلاء الطغاة بيضوا صفحة الصهاينة. أنا سمعت من أهل سيناء أنه في فترة الاحتلال الإسرائيلي لسيناء تحسنت أوضاعهم الاقتصادية، والإسرائيليون حتى يأمنوا شرهم عملوا لهم مشاريع، مشاريع في صيد الأسماك، مشاريع في مش عارف إيش، تنموية. ليه؟ لأنه الإسرائيليون يفكرون بعقلية الغربي البراغماتي، إنه هؤلاء الناس إذا كان وفرنا لهم احتياجاتهم وحياتهم كانت مريحة مش حيثوروا في وجهنا. حتى الليبراليين اللي موجودين في يفكروا بطريقة أن يمكن الوصول إلى نقاط توازي مع هذه الأنظمة. هي تختلف عن نظام الكيان الصهيوني، على الأقل فيه سيستم. لما يوجد في نظام ممكن تتعامل معه، بمعنى نظام في مجموعة قوى معينة تفهم هذه المنظومة تحاول أن تدخل فيها، لكن في النظام الدكتاتوري هو شخص وحاشية تتحرك ككتلة واحدة تستمد في قوتها من الخارج، فأنت لا وجود لك أصلاً في المنظومة. صحيح. فالليبراليين حتى مثلاً في مصر الآن حديث عن مؤسسات، عن أحزاب، عن كذا، غير قادرة على الحركة تماماً. لا ما في الآن المجتمع المدني، في مصر الآن لم يعد موجوداً، فيصبح دورهم قضي عليه تبرير ما يفعله السيسي. وهذه إشكالية كبيرة في الانتخابات، يدخل للانتخابات لإيجاد سلطة السيسي، في الإعلام يوجد الإعلام لتبرير، ونحن عشناه. أيوة، ما هذا جزء من المنظومة كله، هذا نظام عشناه 40 سنة يا دكتور قذافي بهذه الطريقة. أنت لا تتحدث، يعني لما تحدث عن نظام سياسي نتحدث عن مجموعة قوى تصنع قرار، قد تكون ضيقة قد تكون واسعة، لكن أنت حتى تتحدث عن منظومة واحدة، كتلة واحدة تملك كل شيء، فبالتالي يصبح كل المجتمع يدور في هذا الإطار. الإعلام يدور، الغناء يدور فيه، نحن الغناء الليبي كله في 40 سنة تقريبا 90% كله على القذافي، الكتابات كلها تقريبا. ستصل مصر لما قال له نحن ندرس علوم سياسية، قال لا تدرس علوم سياسية. إذن تحويل المجتمع كله، لأنه هو نظام جديد، منظومة جديدة لم تعرفها مصر. بالمناسبة حتى النظام الدكتاتوري بيختلف من وقت إلى وقت. يعني نظام حسني مبارك لم يكن نظاما ديمقراطيا، كان نظاما دكتاتوريا، قبل نظام السادات وقبل نظام جمال عبد الناصر، بس على الأقل كان هناك هيكل لدولة مبارك، دار توازن مع الأخوان. هنا لا يوجد، هنا هذا الرجل السيسي جاء قضى على، كيف محمد بن سلمان نقول قضى على السعودية، قضى على الحياة السياسية تماما، قضى على مصر كلها، ولم يبقي شيئا، لا حياة سياسية حتى الفكر، يريد يعني ان وحصل الكتب بتاع الدكتور يعني لا مش الكتب، هاي المفارقه العجيبه، انه حتى لا يوفر من اعطوه التفويض. الذين اعطوه التفويض ليقتل الابرياء في رابعه والنهضه وفي غيرها هم الان يذوقون من هذا العلقم. وهذه احد صفات الدكتاتور، ان لا يكون لاحد عليه منا. صدام لما أعدم صديق له أنقذه من السفر، لما سافر صدام في بداية حياته سفر إلى مصر، هرب عن طريق النهر، فساعد شيخ كبير، فهو بعد أن تولى السلطة جاء وأعدمه، قال لكي لا يكون لأحد منا على صدام. قد لا تكون، فهؤلاء قد في لحظة معينة يعني قد تكون غير صحيح، لكن قد صدام كان عنده مروءة. لا صح، انا لم اسمع بها القصه، يعني هو مذكور، لكن الفكره لكن هو من هو كان يعارضه كان يوصف فيه. لا اعتقد ان القضيه لها علاقه بالمنه بقدر ما ذكره ابن خلدون، بان من طبع الطاغيه والمستبد انه يتخلص من ممن اوصلوه الى السلطه. عموما لانهم يذكرونه بماضيه، يذكرونه بما كان عليه، ويذكرونه بحاله ضعف، فهو يريد ان يشعر ب
الهيمنة والتفرد، هذا ذكره ابن خلدون في أكثر من مكان. ولكن أيضا وصل لا 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 أنا بس أريد أن أقول بأنه أعتقد بأنه السيسي الآن، إضافة إلى أنه السيسي هو شخصية فعلا ينطبق عليه وصف الرويبضة، يعني هو الرويبضة، هو الرويبضة هذا ما كنت يعني بمعنى أحيانا هناك طاغية، ولكن طاغية عنده رجولة عنده قوة عنده كاريزما. هذا رويبضة تافه، هذا يعني مجرد أن يشعر بأن هناك أي أحد يمكن أن يتفوق عليه لابد أن يقضي عليه. هذا طريقة تفكير الإنسان التافه، أنه لا يقبل على الإطلاق وجود أي شخص يشعر الناس بأنه أفضل منه ومتفوق. ولهذا أفضل ما يعبر عن هذه الشخصية غير السوية هو الخطاب الإعلامي المساند أو سحرة فرعون. الخطاب الإعلامي متدني ومنحط إلى حد كبير. المنافس الرئاسي للسيسي حمدين صباحي وأبو الفتوح يوصفان بالحقارة. تصور مذيع يقول هذا حقير، هذا حقير، هذا المذيع بتجيب تعليمات لازم يقول تجيب هذا بتجيب بالحرف وتوزع عليهم جميعا، ولذلك بتلاحظ أنهم جميعا يكررون نفس العبارات ويتعاملون مع نفس الموضوع، يعني فين في كل المحطات الفضائية يعني لا تمام سابقة. هذا المنطق السوقي الذي يعيشه السيسي يريد أن يفرضه على بنية المجتمع كلها. هو يريد أن يحول دولة كاملة إلى مجتمع سوقي حقيقة. يعني صدام خطاب حسين في خطابه مع مساعديه يصف العميد بالعميد واللواء باللواء والوزير بالأستاذ والسفير بمعالي، الخطاب مؤدب. ولهذا من الذي خرج عن صدام وهو حتى في السجن؟ من الذي أهان صدام وهو في السجن من 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 مساعديه؟ ما فيش. هو أقرب نموذج القذافي. ما فيش. لكن أقرب نموذج للسيسي ناس القذافي. القذافي كان يمتهن أتباع. يعني هو علي عبد الله صالح. شوف علي عبد الله صالح السيسي القذافي يعني مستوى واحد من من. على أن السيسي أحطهم. السيسي أكثر من حطهم. أيوة أحطهم السيسي أحطهم نفسية عنده هذا نفسية الإنسان الذي كان مستضعفا ذليلا دائما، يعني الذليل إذا ساد، الذي كان يشعر بالذل إذا ساد فإنه يستبد ويستعبد الآخرين ويشعر بمنطق الاستعباد ويشعر بمنطقة الألوهية أكثر. هو لا شفاء لعقدة النقص التي عنده، تظل ملازمة له طوال حياته. اغتصاب السلطة قضية كبيرة، ويتصرف انطلاقا منها. يعني هو صح، هو الآن هو رئيس مصر صح، ولكنه يظل شاعرا بنقص هائل لديه بحيث يخاف من نسمة الهواء العابرة. كل يعني شيء قضية النيل مع أثيوبيا والسودان وقضية الاتحاد الأفريقي، أسقط عضوية مصر من الاتحاد الأفريقي لأن نظام انقلابي. بعد ذلك ساوموه على قضية مياه النيل مقابل القبول بعودة مصر إلى الاتحاد الأفريقي. فهو قضية أنه هو جاء للسلطة مغتصبا، هذه تؤرقه حتى في سياساته، يحاول أن يشتري هذا الموقف بمصالح بمياه مصر بقوتها بالغاز. فقضية اغتصاب للسلطة أظن أن هي ذنب أو شيء قاعد يلاحق في شوف سفريته في بداية توليه للسلطة، يعني مجرد دولة تستقبله يعتبر نصر ويطبلوا. أنا ما رأيت شاعر أنه ليس رئيسا، ما رأيت حاكما مهما بلغ من الانحطاط يوزع يقسم الأرض، يقسم أرضه، يقسم بلاده إلى أجزاء ويعرضها للبيع. السيسي عمليا فعل ذلك، هو باع جزر للسعودية والآن عارض جزء سيناء اللي في صفقة القرن. يعني كل ما اتهم كل شيء اتهم به نوسي فعله الإخوان هو فعله تمام. لا لا غير ذلك، يعني حتى الدكتاتور لا يقوم بهذا الابتذال. يعني الرجل وكأنه أمام قطعة أرض ويقسمها ويبيعها للناس، هذا لم يحدث. هو هذا ناتج عن عدم الانتماء، هو لا ينتمي إلى البلد، يعني لا يشعر ربما أن هذه البلد تهمه في شيء. كل ما يهمه الآن هو أن يحقق مصالحه ومصالح الفئة التي يستند إليها. المشكلة وين؟ أن السيسي الآن مطروح كي يكون ضامنا لقضية خفض التصعيد في الغوطة. تخيل، يعني
هذا المشهد الساخر، سخرية الكوميديا السوداء هذه، هذا المستبد يريد أن يكون ضامناً لحياة أناس من الاستبداد. لا تنسى أنه شارك في القتل هناك. طبعاً هو شارك هناك، سلاح مصري يصل إلى النظام السوري، وهناك خبراء وطيارين مصريين يشاركون في قتل الشعب السوري. هذا السيسي هذا يعني عوضاً عن أنه تافه أيضاً مرتزق. قاتل ويعني مرتزق. قاتل مرتزق. هو قاتل مرتزق، قاتل يعني كل أحد يعني هو مستعد أن ينفذ أي مهمة، أي مهمة مقابل أي مال، أي مال يعطى له هو مستعد أن يقاتل في العراق، مستعد أن يقاتل في سوريا، مستعد أن يذهب مسافة السكة. هو شو منطق مسافة السكة أصلاً؟ يعني أعطوني فلوس وأنا تحت الطلب. والمؤسف طبعاً أن حصاره لقطاع غزة ألجأ أهل غزة إليه، وخاصة إخواننا في حركة حماس. يعني هو وجودهم الآن في القاهرة حقيقة شيء معيب، يعني الله أعلم ما الذي سيخرجون به. لكن هذا النظام اللي يضطهد الشعب المصري ويعتقل ما لا يقل عن 60,000 من خيرة أبنائه، الآن يبدو كما لو كان عراب المصالحة الفلسطينية اللي هي سراب، وليس عراب المصالحة، هو عراب فك الحصار. هو يريد يعني أن يقدم نفسه على أنه هو يفك الحصار.